بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، طلاب الأعزاء، نلتقي بكم في هذه المحاضرة الثالثة التي بعنوان إعراب الفعل المضارع. المفتاح الذي يتعلق بهذه المسألة، نقول الأصل في الفعل المضارع الرفع ما لم يسبق بناصب ولا جازم. لو سبق بناصب فإنه ينصب، ولو سبق بجازم فإنه يجزم. نشرح هذه القاعدة، نقول الأصل في الفعل المضارع الرفع. مثال ذلك: يكتب الولد درسه. يكتب فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا مرفوع؟ لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. وهكذا سائر الأفعال جميعا، نقول يكتب، يدرس، يلعب، وهكذا. أما لو سبق بناصب فإنه ينصب. ومن هنا ينبغي أن تعلم عزيز الطالب ما هي النواصب التي تنصب الفعل المضارع، ونكررها معا لنحفظها. نواصب المضارع: أن، لن، كي، لام التعليل، حتى، إذا، فاء السببية، لام الجحود، واو المعية. مثال ذلك، نقول لن يكذب الطالب. لن يكذب، أصل الجملة يكذب، مضارع مرفوع، فحينما دخلت لن نصب المضارع مباشرة. لن يكذب. لن يفلح الكذوب، وهكذا. لو مثلا أخذنا مثالا آخر، نقول حضر الطالب كي يذاكر. يذاكر فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لو كان المضارع معتل الآخر بالألف أو بالواو أو بالياء فإنه يجزم. إذا كان معتل الآخر فإنه يجزم بحذف حرف العلة، وإذا كان صحيح الآخر فإنه يجزم بالسكون. ما هي الجوازم؟ الجوازم نحفظها أيضا. هناك ما يجزم فعلا واحدا، وهذه الحروف هي إن، آسف، هذه الحروف تجزم فعلا واحدا، وهي لم، لما، لام الأمر، لا الناهية. ما يجزم فعلين هي إن، من، مهما، أينما، حيثما، كيفما، إلى آخر هذه الأسماء الشرطية التي تجزم فعلين. مثال ذلك، نقول لم يدرس الطالب، فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. وهكذا نقول لم يلعب، لم يكتب. فإذا أخذنا مثالا آخر، نقول يقول الله عز وجل فليكتب وليملل الذي عليه الحق. فليكتب فعل مضارع مجزوم بالسكون لأنه مسبوق بلام الأمر. أما لو كان معتل الآخر فإنه يجزم بحذف حرف العلة. مثال ذلك: يرى الولد المسرحية. فيرى فعل مضارع مرفوع، فلو أدخلنا الجازم نقول لم يرى الولد المسرحية، فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفتحة عوض عن الألف المحذوفة. ولو كان معتل الآخر بالواو فإن الواو تحذف. نقول لم يدنو الطالب من حضن أمه، أصل الفعل يدنو، حذفت الواو
لأنه مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والضمة عوض عن الواو المحذوفة. أما لو كان معتل الآخر بالياء فإنه يجزم أيضا بحذف حرف العلة. مثال ذلك: تجري السفينة في البحر، نقول لما تجري السفينة في البحر. تجري فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والكسرة عوض عن الياء المحذوفة. هذا ما أردت قوله في هذه المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.